من كام يوم كنت قاعد في النادي الصبح بشرب القهوة، فجأة لقيت بنت بتجري قصادي كأنها خايفة من حاجة وبتهرب منها، ومعرفش ليه اتشدت لها. ومعرفش برضو اللي خلاني اطلع الموبايل واصورها واكبر الصورة وافضل ابص في ملامحها. لقيت قصادي بنت زي القمر، طيبة وحنينة ومختلفة عن كل البنات اللي أنا شفتها. قررت بقى وركبت دماغي أعرف دي مين وأعرف إيه حكايتها. مشيت وراها. الله الله، الحلاوة دي في القهوة يا جماعة الكل. لحد ما وقفت قصاد المدرسة وعرفت إن دي المدرسة اللي أنت شغالة فيها. النبي أنت فنان وكده. الله يخليك، الله ينور عليك يا أب. بس خد بالك، بعد ما دخلت المدرسة رحت للخطاط اللي انت كنت واقفة معاه. والراجل بصراحة كتر خيري، ما قصرش، حكالي عنك كل حاجة. السلام عليكم يا بركة. سلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا أستاذ. الخطاط. ماشي يا سامي يا جزمة قديمة لما أشوفك. على فكرة الراجل ما قالش أي حاجة غير اللي كان نفسي أسمعها. معرفش برضه يا صدفة إيه اللي خلاني أقعد في عربيته قدام المدرسة مستنيك لحد ما لقيتك جاية وجايبة لي البنت وعايزاني أوديك المستوصف. أيوة كده يا أخوي، اتكلم وهات اللي في بطنك. أتاريك أتاريك مدبقني من الأول وبتراقبني وأنا ولا واخدة بالي. الحقيقة أه، بس ما كنتش أعرف إن أنا هوديك المستوصف ولا إن أنت هتنسى شنطتك في العربية. أه طبعًا، وهتفتش فيها وتفتحها وتطلع المحفظة والبطاقة. تعرف انا ساكنه فين؟ جيلي لحد البيت. لما جيت لك البيت ده ما كنتش ناوي خالص ولا في نيتي ان انا طبعا اتقدم لك. نعم، بس لما قعدت مع اختك وجوزها واولادها لقيت اللي اتحرمت منه صدفه بدور عليه من زمان، العيله. العيله دي نعمه كبيره جدا ربنا بيكرم بها الانسان، ما يحسش بها غير اللي اتحرم منها. وانت ايه بقى اللي حرمك منها؟ ابويا مات وانا عندي 4 سنين، وأم الله يسامحها سابتني بعدها بسنة وراحت اتجوزت وعاشت بره. فضلت عايش بقى ما بين خالي وخالتي. أروح عند خالي مرات خالي تقلب وشها، أروح عند خالتي جوز خالتي يقلب وشه، فضلت أتنطط يمين وشمال وفضلت مقضيها بالطول والعرض لحد ما اتخرجت. يا عيني. بس بقول لك إيه؟ ما تزعلش مني يعني، أنا مش قصدي. بس بصراحة أمك دي غريبة قوي، إيه ده؟ في نسوان تعمل كده برضو في عيالها؟ دي حاجة صعبة. هي بقى بسلامتها فين وبتعمل ايه دلوقت؟ صدقها صدفة ان انا حتى مش فاكر ملامحها. اخر مرة شفتها هيجي من 10 سنين، نزلت اجازة نص ساعة وريتني صور اخواتي اللي منها اللي معرفش حتى اساميهم. سبحان الله، ده انت طلع وراك حكاية. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.